المركز يقدم عدة خدمات، هي خدمات دعم نفسي للأطفال، رفع سوية الطفل، سلوكيات الطفل، نفسية الطفل. في عنا كادر مؤهل هون، موجود كادر مؤهل من منشطين وتقنيين وإداريين هم اللي بيديروا المركز. كان شعوري يعني بعد ما فتح هذا المركز أنا انبسطت كثير يعني، وفرحنا يعني عائلتي انبسطت. بيعني مصدر سعادة بالأخص صراحة، لأنه الأطفال هني زهرة البيت وهني سعادة البيت وهم مصدر السعادة بالبيت. فالطفل إذا كان مبسوط، إذا كان ضحكته واضحة، يعني صراحة بنشر الضحكة بالبيت، بنشر السعادة بالبيت.